وزي ما انت قلت اخوانجي سلفي صوفي يعني عديت بتجربه طويله وبقيت راجل عنده 43 سنه ولسه بكتشف ولسه بتعلم ولسه ممكن اغير رايي. واخد طبعا كلنا واخد توجهات كتير في الدين مختلفه وعكس بعض. صحيح. اكيد طلعت بمعلومه طلعت بكونكلوجن يخصك انت بتاعك انت على مقاسك. يخصني انا على مقاسك؟ على مقاسك ما تعمموش. اللي بيقولك يعني زي ما ابويا الله يرحمه كان بيقولها لي بالظبط، ربنا رب قلوب. يعني الواحد بيحاول يبقى نيته صافيه وسالك على قد ما يقدر علشان ربنا يكرمه، مش انا بس ابقى سليم. حد وندمت وحسيت من جواك بالذنب؟ لا. وسواء تراجعت او ما تراجعتش؟ عمري. عمرك ما اخطات في حق حد؟ لا، اخطات في حقوق ناس بس ما ندمتش. ما بتندمش؟ كانوا يستاهلوا. بتراجع نفسك؟ طبعا كل يوم تقريبا. بتراجع نفسك ازاي؟ بتقول لنفسك ايه؟ مثلا بصحى مثلا اقول طيب شاوي انت هتغسل وشك واسنانك وبعدين تروح الجيم، وبعدين ابتدي اقول لا طب انا اتمرن في البيت، يعني انا اقعد بقى خناقه ساعه مين هيروح الجيم، في شاوي 1 ولا في شاوي 2؟ بس غالبا في شاوي 2 اللي بيكسب بيروح الجيم. ده بالنسبه لك مراجعه النفس؟ لا، ده الصراع. المراجعه دي حاجه ثانيه، ده قبل ما انام. قبل ما تنام الصبح بصارع، بالليل براجع. بتراجع ازاي؟ يعني بقول انا بكره هعمل ايه ان شاء الله، انا امي وحشتني عايز اشوفها، رب يعني براجع انا اليوم. بتقول انا زعلت حد؟ بقول لو زعلت حد ربنا يسامحني يا رب وانا مش واخد بالي. وانت واخد بالك؟ لا عادي، يستاهل لو تستاهل.